السلام عليكم طلاب مرحلة ثالثة. اليوم راح نبلش بالمحاضرة الثانية اللي هي أنواع الانالوج تو ديجيتال كونفرتر. طبعا احنا بالمحاضرة الأولى شنو أخذنا؟ أخذنا شنو هو الانالوج تو ديجيتال. طبعا قبلها بالبداية احنا شخذنا أخذنا شنو الديجيتال، شنو الانالوج، شنو الفرق بيناتهم، ليش أصبحت الحاجة انه اخترعنا ديجيتال. زين، بعدين اخذنا الانواع الاي تو دي، يعني بس ذكرنا لهم ما تطرقنا لهم. بعدين انه هو الاي تو دي شلون يشتغل نفسه، قلنا اكو سامبلينج، اكو هولدينج، اكو انكودينج، اكو كوانتيزيشن، واخذنا المساله تمام اللي هي طلعنا بيها الانكودينج والكوانتيزيشن. زين، واخذنا الريزوليوشن، أخذنا شلون أحسن الأكيوريسي، وأخذنا الإليازينج. تمام، محاضرتنا لهذا اليوم هي تكملة لموضوع الأنالوج تو ديجيتال كونفرتر. هذا الموضوع اليوم راح ناخذ أنواع الأنالوج تو ديجيتال كونفرتر. تتذكرون إحنا ذاك الأسبوع أو ذيك المحاضرة، العفو، بذاك الفيديو ذكرنا، قلنا إنه أكو أنواع من الأي تو دي، أكو أنواع سريعة بس مو دقيقة، وأكو أنواع لا دقيقة بس مو سريعة، وأكو أنواع يعني بين يعني هي شلون تكون لا كلش سريعة ولا كلش بطيئة، بس بنفس الوقت أيضا مو كلش دقيقة ولا دقتها تكون أقل. فإحنا بمحاضرتنا لهذا اليوم راح ناخذ أكثر 4 أنواع مشهورة بالأي تو دي، أكثر 4 أنواع استخداما، اللي بيها السريع كلش بس مو دقيق، واللي بيها الدقيق كلش بس بطيء، واللي بيها بين بين. تمام، فراح ناخذ اكثر 4 انواع بالاي تو دي، نشرحها، نشوف تصميمها الداخلي، مبدا عملها شلون دا يصير، وناخذ لنا كم مساله ايضا على هاي المواضيع. تمام، نبلش بالانواع مالتنا. عندنا اكثر اربع انواع اللي هي الفلاش. فلاش من اسمه فلاش يعني سريع. عندنا الدلتا سيجما، او يصحوا له السيجما دلتا، يعني نفس الشيء. الديول سلوب، او يصحوا له الانتجريتنج، والسكسيف ابروكسيميشن. هذني 4 انواع يحولن الاشاره من انالوج الى ديجيتال. تمام، زين، نجي على النوع الاول اللي هو شنو؟ الفلاش انالوج تو ديجيتال كونفرتر. نصغر شوية على مود يظهر الرسم عندنا. الفلاش انالوج تو ديجيتال كونفرتر انباعوا كل نوع، هاي تعلموها كل نوع، احفظ الرسم مات اللي هو هذا يعني الديزاين مات، احفظ من شنو متكون الكومبوننت مالته، وتحفظ مبدأ عمله والفوائد والمضار، يعني مو تحفظهن تفهمهن، لان هاي انت ممكن يجيك سؤال. يعني مثلا اجيب لك سؤال، شو اقول لك؟ اقول لك الفلاش ارسم لي اياه، وشنو مبدأ عمله، شلون يشتغل هذا الفلاش، زين، وشنو فوائده وشنو مضاره. او اجيب لك مثلا الديول سلوب او الدلتا سيجما او اي نوع من ذني الانواع، مبدأ عمله شلون دي يشتغل. احنا قلنا كلن دا يحولن، واحد دا يحول سريع، واحد دا يحول بطيء. تمام، كلها اريدك تفهمها، انا راح اوضح لك اياها هسه بهاي المحاضره. انت شو تسوي لي؟ احفظ الديزاين، فهم مبدا العمل، اعرف الفوائد والمضار مال كل نوع بيهن، لان احتمال تجيك مقارنه، احتمال يجيك نوع واحد. بس احنا خلينا نجي على اول نوع اللي هو الفلاش. الفلاش هذا وين؟ هذا شكله الفلاش، يتكون من 3 شغلات: مقاومة، وكومبارتر، وبرايورتي انكودر. تجي منا الإشارة الأنالوج، تطلع منا الإشارة الديجيتال، 0 1 ومنا الأنالوج. زين، يتكون من 3 شغلات: مقاومة وكومبارتر، يعني ريزيستر كومبارتر برايورتي انكودر. زين، المقاومات هذني اللي دا تشوفوها ار ار ار، هذني والمربوطات، مربوطات من جهة، معناه انا هناش عندي فتشي صحوله الفولتج ريفرنس،
هنا الفولتج، طبعا الفولتج ريفرنس تفرق عن الفي ان، تفرق كلش هواي. الفولتيه الان هي الفولتيه مال الاشاره الانالوج اللي اريد احولها، هاي شنو هي الفي ان، هي انا يعني عندي اشاره انالوج اريد احولها هاي الفي ان. الفي ريفرنس هي الفولتيه اللي نقارنها، اللي نخليها على مود نقارنها ويا الفي ان. زين بهذا النوع اللي هو الفلاش عندي هاي الفي ريفرنس، هاي تربط بمقاومات. زين وهنا جراوند. زين كم مقاومه استخدم حسب عدد البتات، انت كم بت تريد؟ احنا مو تتذكرون ايش قلنا بذيك المحاضره، قلنا الاي تو دي الريزوليوشن ما تعتمد على عدد البتات، او هو الريزوليوشن هو نفسه عدد البتات. زين يعني كل ما ازيد عدد البتات، قلنا كل ما نزيد عدد البتات كل ما نزيد الريزوليوشن، كل ما السيجنال تطلع اكيوريت يعني دقيقه اكثر، التحويل مالتي يكون دقيق. فاني مثلا اريد اربع بتات نخلي اربع مقاومات، نريد طبعا هي هاي بها قانون ان شاء الله ناخذ المحاضره الجايه ان عدد المقاومات ناقص واحد، بس هسه يعني هسه خل بس نفهمها، وان شاء الله المحاضره الجايه لا نتعمق بها بعد اكثر. انا مثلا كم اريد الديزاين مالتي؟ اربع بتات اربع كومباريتر، ثمان بتات ثمانيه كومباريتر، وهكذا. تمام هاي هي المقاومات. المقاومات وين تربط؟ تربط ويا من بالفي ريفرنس. هاي المقاومات او المقاومات يصيحوا لها لدر فولتج ديفايدر، يعني شلون لدر سلم، يعني شلون مثل الدرج. انا ايش دا اقول؟ مقسم الفولتيه، يعني سلم مقسم الفولتيه، او يعني هي بالحقيقه ما لها ترجمه يعني باللغه العربيه، هي يصيحوا لها لدر فولتج ديفايدر. هاي شو تسوي؟ تقسم الفولتيه الريفرنس الى فولتيات متساويه. يعني خلينا نفرض هنا الفي ريفرنس مالتي ايش قد؟ 10 فولت. تذكرون احنا ذاك الاسبوع من شرحنا وقلنا انا عندي هاي اللي هو الان اللي هو ايش يطلع الفي ماكس، زين على شنو؟ على 2 اس ان، مو 2 اس ان ايش قلنا؟ قلنا اللي هي مثلا انا كم بت اريده؟ 3 بت، ف 2 اس 3 تطلع 8. الفي ان مالتي 10، 10 على 8 مثلا تطلع، يطلع هي بوقتها طلع 1.25. تمام يعني على العموم هسه احنا هاي شنو قسمناها، ومثل ما تتذكرون من قلناها بذيك المحاضره انه الفولتيات هاي التقسيم مالتي التقسيمات 0 1 2 3 والرينج مالتها هي هاي. فهنا انا مثلا خلينا نفرض عندي 10 فولت، هنا انا بالنهايه ايش قد عندي؟ عندي 0 فولت. انا كم مقاومه عندي؟ 1 2 3 4، فاذا هاي راح تصير 10 على 4 قد راح تطلع؟ راح تطلع 2.5. طبعا يعني هنا 0، هنا 2.5 مقدار الفولتيه، هنا 5، هنا 7.5، هنا 10 فولت. تمام زين اذا اختاريت، لا مو اربع مقاومات، ثمان مقاومات، نفس الشيء هاي 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني هنا اكو ار، اذني اربعة واذني هنا اربعة اللي فوق، وهاي وين مربوطة؟ مربوطة في ريفرنس. ايش قد الفي ريفرنس مالتك؟ 10 20، نفس الشيء قسمها هاي من العشرة للصفر. يعني اذا على ثمان تقسيمات يعني شنو؟ 1.25، وتضيف هنا 1.25 هنا راح يصير 2.5، هنا ايش قد راح يصير؟ 3.75، هنا ايش قد راح يصير؟ 5، هنا ايش قد راح يصير؟ 6.25، هنا ايش قد راح يصير؟ 7.5، هنا ايش قد راح يصير؟ 8.75، وهنا ايش قد راح يصير؟ 10. فاذا بالفلاش
المقاومات شغلتها شنو؟ هاي المقاومات يصحوا لها لادر فولتج ديفايدر which divides تقسم ال في ريفرنس انت equal intervals، تقسم ال في ريفرنس الى فولتيات متساويه، تمام؟ هاي وينها؟ انت equal intervals. زين، الكومباريتر هو عباره عن مجموعه من السيريز اوف كومباريتر، اللي هو هاي المقارنه الكومباريتر. هذا شو يسوي لي؟ يقارن ال في ان الفولتيه الداخله ويا من؟ هي ال في ريفرنس اللي قسمناها. اجيب هذا ال في ان وهيجي امشي، اخذ هاي واخليها كومباريتر ويا هاي، واخذ هاي السبعة ونص ويا هاي، واخذ هاي الخمسة ويا هاي، واخذ هاي الاثنين ونص ويا هاي، تمام؟ ايش ده يقول؟ شوفوا ركزوا لي على هاي الكلمة يونيك فولتج ريفرنس، يعني فولتية ريفرنس فريدة. ليش؟ لان هي اذا هنا 10 هنا 7 ونص هنا 5 هنا 2 ونص هنا 0، شيء ما يشبه شيء، يعني فولتية في ريفرنس فريدة، يعني بسبب هاي المقاومات التقسيمات، تمام؟ زين، فالكومباريتر يتكون من شنو؟ يتكون من هذه تشوفوها مجموعة من الكومباريتر اللي هي تقارن، اللي إذا تشوفون هاي الـ VN وهاي الـ V reference، هاي وين داخلات؟ داخلات بالكومباريتر. زين، البرايورتي انكودر يجي شي يسوي لهذا البرايورتي انكودر؟ الناتج مال هذا الكومباريتر يدخل بالبرايورتي انكودر، وهذا البرايورتي انكودر هو اللي راح ينطيني قيمة ديجيتال اللي داخلت لي تمثل لي هذا الانبوت ايش قد، هذا الانالوج انبوت، هذا شغل البرايورتي انكودر. زين، بس عرفنا اجزائه، مبدا عمله شلون يصير، مبدا العمل مالته شلون يصير. يقول مبدا العمل مالته شلون راح يصير، خلينا ناخذ مثلا 4 بت، هاي في رفرنس وهاي في ان. ايش يقول؟ ده يقول هذا يربط كومباريتر. طبعا انا بما انه عندي 4 فراح يطلع لي 2، اذا 8 لا يطلع 3، تعرفوها بعد. برايورتي انكودر ماخذيه بمرحله اولى، اللي ما يتذكره بس يرجع يراجعه. ايش ده يقول؟ ده يقول هاي الفولتيات قسمت لي هاي الفي ريفرنس. فبقى هنا هسه لعل التعيين، يعني مثلا خلينا ناخذ الفي ريفرنس مثلا مثل ما حكينا، مثلا على 10 فولت، هنا 10 فولت، هنا راح تكون مثلا 7 بوينت يعني 7.5، هنا راح تكون 5، هنا راح تكون 2.5، هنا اكيد مربوط ويا أنا أجي مثلا الفي ريفرنس خلنا ناخذها 5 فولت، تمام؟ راح تجي الخمسة فولت هنا يقارن 5 فولت 10 فولت، هنا راح يصير 5 فولت وهنا 10 فولت، من الأكبر؟ الفي ريفرنس أكبر، إذا هذا طافي. راح تجي هنا همين 5 فولت، 5 فولت ويا من؟ ويا 7.5 أكبر؟ لا هذا طافي. راح تجي هنا 5 فولت وهنا 5 فولت اكبر؟ لا ما صحيح انه مساوي بس مو اكبر، اذا هذا طافي. هنا 5 فولت وهنا 2.5 شغال، اذا هذا اوكي شغال، راح يشتغل هذا اللاين. هنا ايش راح يصير؟ راح يصير عندي هنا يعني هذا 1، هذا 0، هذا 0، هذا 0، تمام؟ احنا هنا شنو هي الحالات اللي عندنا؟ هنا مو عندي اني 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 راح يشتغل هذا اللاين، 0 1 راح يشتغل هذا،
بالواحد صفر راح يشتغل هذا، بالواحد واحد راح يشتغل، فهذا ايش راح يطلع لي؟ هذا راح يطلع لي واحد واحد، تمام؟ يعني هنا الفي ان مالتي الخمسة فولت، الفي ان مالتي الخمسة فولت، اذا كانت الفي رفرنس مالتي 10 فولت، اذا الباينري اوتبوت او الديجيتال اوتبوت مالتي مال هاي الخمسة فولت راح يكون واحد واحد. يعني هاي اذا شنو؟ اذا انا كنت 4 بت، هاي النتيجة مو ثابتة، هاي النتيجة تتغير تغير شيئين، تغير الفي رفرنس عدد البتات. مثلا يجي واحد نفس المثال يقول انا مثلا اريد الفي رفرنس 5، او يجي واحد يقول له انا بقيها 10 بس ما اريد 4 بتات، اريد 8 بتات. 8 بتات يعني شنو؟ يعني 8 مقاومات راح اضيف، تمام؟ فهذا مبدا العمل. زين هسه خلينا نقول مثلا نفس المثال هسه هذا اللي عندنا نفسه، بس مثلا خل نفهمه بصوره اكثر. مثلا خلي ناخذ ال خلينا نمسح هاي الشغلات. خلي ناخذ في ان اعلى مثلا، مثلا اجي اقول الفي ان يابا مثلا خلي اخذها مثلا 8 فولت، 8 ويا العشرة هذا ما يشتغل، 8 ويا 7.5 هذا حيشتغل، يعني هنا صفر هنا واحد. زين 8 ويا الخمسة هذا هم حيشتغل وهذا هم حيشتغل. زين بهيج حالة إذا أكثر من لاين اشتغل شو يقول؟ يقول إذا أكثر من لاين اشتغل تاخذ أعلى واحد اشتغل وتهمل الباقيات. هاي راح تصير كأنما صفر واحد صفر صفر، يعني هذا الخط الثاني يشتغل اللي هو صفر واحد، تمام؟ هذا هو الفلاش وهذا مبدأ عمله. لذلك أنا ايش دا يقول؟ دا يقول البرايورتي انكودر راح يولد لي الرقم الباينري الديجيتال الاوتبوت، بس إذا أكثر من واحد اشتغل أخذ الهايست اوردر اكتيف انبوت، راح أخذ أعلى واحد راح اسوي اجنور للبقيه، تمام؟ شنو فوائده شنو مضاره؟ هسه احنا مثل ما دا نشوف الفلاش فوائده شنو؟ اول شيء سريع، ال سريع يعني بسرعه دا يحول لي يجيب الفولتيه يقسمها قارن قبل طلع لي ناتج، هاي النقطه الاولى سريع. الشغله الثانيه فهمه سهل، الفهم مالته سهل يعني بسيط، التركيب مالته بسيط. يعني بس بي شغلة مو دقيق، لا تشوفون مو كلش دقيق، يعني شنو قارن هاي ويا هاي وهمل الباقيات مو دقيق، بس هو سريع. يعني هو اذا احتاج سرعة بتحويل الانالوج للديجيتال هذا الابليكيشن يفيدني، بس مو دقيق. هاي النقطة الاولى. النقطة الثانية شنو هي؟ يعني من المضار الثاني مالتي، اذا اريد اضيف بالثاني راح يكون مكلف. ليش؟ لان افرض اضيف بت لازم شنو؟ اضيف مقاومة ولازم اضيف كومباريتر ولازم اجيب برايورتي انكودر مال هيلجيت. يعني المثال هذا شرحناه وش قد 4 بت، اذا اريد اضيف هنا مثلا بت 2 لازم اضيف مقاومات 2 وانكودر 2، وهاي بالتالي راح اضيف اسلاك اكثر ولازم اغير برايورتي انكودر اجيب ابو شقد ابو 8 في 3 وهكذا. فاذا هذا ايش راح يصير؟ راح يصير عندي كلش مكلف. فلذلك ابغى انا ايش يقول ادفانتج اند ديس ادفانتج سمبل ثيوري مالته فهمه بسيط يفيدنا في تطبيقات السرعه فيري فاست. بس بشنو؟ لور ريزوليوشن، الريزوليوشن مالته مو واضح غالي، ومن اريد اضيف بت واحد عدد الكومباريتر راح يزيد والمقاومات راح تزيد وهواي شغلات راح تزيد. هذا فيما يتعلق بالنوع الاول اللي هو شنو؟ الفلاش. نجي على النوع الثاني اللي هو يصح له سيجما دلتا او دلتا سيجما. هذا وينه؟ خلينا نصغر شويه. باعو هذا يتكون من شنو؟ يتكون من مقاومه ومن مقاومات، من انتجريتر، من كاباسيتر، من كومباريتر، من كنترول لوجيك. زين هذا شنو فرقه عن الفلاش؟ شلون ده يشتغل؟ معه من تقرون
اذا تشوفون هذا الـ الـ هاي المربع وهيك اصفر، هاي خلي لكم بيه فد ملاحظه مبدا عمله، تريدون بس توقفون عليها، تريد تضغط دبل كليك على مده فتيم ايش يصير. باعوا هذا هنا مبدا عمله، تشوفون هذا مبدا عمله. وبنفس الوقت اكو 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 هنا فد رابط، هذا رابط اللي هو www.analog.com ما ادري شنو، هذا رابط يطلع لي في السيميليشن يشرح لي السيجما دلتا. هسه راح نفتحه وراح نتكلم عليه، لان هذا يعني ممكن اجيب لكم اياه حتى بالامتحان. تمام، اذا اني اول شيء دا الاحظه بالسيجما دلتا، اول شيء اكو فد فيدباك، فيدباك يعني هذا فد شيء صح ولا فيدباك، رجوع. يعني هذا شنو الرجوع؟ يفيدني ما يفيدني؟ لا طبعا يفيد. انا راح تاخذوها بالكنترول سيستم، هذا الفيدباك هذا كل شيء يفيد. ومفيد بشنو؟ مفيد بشنو؟ انه يحسنني من السيجنال مالتي، لان السيجنال ما يطلع. باو انا انسى مثلا بذاك الفلاش انبوت، باو عندي انبوت دخل تعالج صار له بروسس طلع اوتبوت. بهاي النوعيات لا، يقول لك هذا الاوتبوت لا ارجع من جديد، ارجع اقارنه ويا الانبوت وارجع اسوي له بروسس من جديد ويطلع، وارجع همين ارجع من جديد وهم اقارنه واسوي له بروسس ويطلع وارجع، اظل اكرر. لذلك هذا النوع يكون شنو؟ دقيق. بس شنو؟ راح يكون بطيء. ليش راح يكون بطيء؟ لان اكثر من مره دا ارجع اعيد العمليه على مود احصل على دقه اكثر. وهذا شيء يسوي لي هذا النوع، يقسم السيجنال كلش هواي، يسويها يعني الانبوت يسوي اوفر سامبل، ياخذ سامبلات كلش هواي. فلذلك هو شنو هاي من المضار مالته، انه يكون سلو ديو تو اوفر سامبل، يكون بطيء لان قسمنا كلش هواي. خلي نشوف هذا شلون دا يشتغل. بقى هذا الموقع اللي قلت لكم عليه موجود، يعني الرابط مالته ياته هنا، تفتحون هاي هذا اللي جوا تاخذوه كوبي ذبوه بال بال بالجوجل يطلع لكم. ما هذا وينه؟ بقى هذا خلينا نكبرها شويه على مود واحد يفتهم مبدا عملها. هذا السيجما دلتا A to D يعني هذا توتوريال، شيء توتوريال يوضح لنا شلون دي يشتغل. بقى هذا شلون دي يشتغل. طبعا هنا ثبت ريفرنس فولتج، هاي في ريفرنس وهاي الفي انبوت. اشوف انا ايش قد الفي انبوت مالتي اللي اريدها، زين هنا اخليها، وهاي الفي ريفرنس على مود نقارن ويا الفي ريفرنس. شلون قبل شويه بالفلاش مقارنه ويا الفي ريفرنس، هنا نفس الشيء. هذا مبدا عمل ايش يقول؟ بعد طبعا دا تشوفون هي هاي، هذا ابسط نوعيه للدلتا سيجما. بعدين لا بعدين يعني شوفوا هنا بعد طور الدلتا سيجما، بعدين قاموا يضيفوا له كومباريتر وريزستر وكنترول لوجيك وغيرها وغيرها، لكن هذا النوع هذا ابسط انواع الدلتا سيجما. زين هذا شو يقول؟ يقول الانبوت سيجنال اللي تدخل هاي الاشاره الداخله راح تجمع ويا هذا الفيدباك. زين هسه انا بالخطوه الاولى ما عندي فيدباك، فالانبوت سيجنال اللي تدخل راح تجمع ويا صفر، لان بعدني ما عندي شيء من ناجعي، هاي تشوفوه بعده صفر، ورا راح يروح تجمع ويا قيمة ثانية اللي هي القيمة اللي موجودة وين؟ بالانترفال قبلها. لأن أنا بعدني ما عندي انترفال قبلها، مو مشكلة. هنا ايش دي يقول؟ دي يقول ناتج هذا الجمع اللي يطلع هنا إذا صفر أو أكبر من صفر فهنا راح يطلع لي واحد. ليش؟ لأن أنا هنا دا أسوي كومبريتر ويا جراوند، وهنا اذا يطلع اقل من صفر لا، هنا راح يطلع لي شنو الناتج؟ صفر. زين هسه اذا طلع واحد شنو؟ اذا طلع واحد هاي الفي ريفرنس راح تروح لهنا موجبه كامله، واذا طلع صفر هاي الفي ريفرنس راح تروح سالب في ريفرنس، ومن جديد
تنقل السيجنال وتنقص، يعني يصير سميشن هذا الفيدباك ويرجع وهكذا. تمام؟ زين هسه خلينا نشوف هذا الحكي اللي حكيناه، خلينا نطبقه. هنا هيك لا على التعيين، هنا انا يعني مثل ما هو موجود بالموقع، الفي ان 1 والفي ريفرنس 2.5. خلينا نشوف هذا شلون ده يشتغل اذا حطيت في ان 1 وفي ان 2.5. قلنا الخطوه الاولى باعوا هاي منها، تجون تغيرون انتم الارقام اللي تريدوها ايش قد تخلوها، وهاي منها ستارت اوفر يعني عيد لي من جديد، نيكست ستيب يعني الخطوه السابقه الخطوه التاليه، برايفسي ستيب يعني الخطوه اللي قبلها، نيكست 225 لوب يعني سوي لي 225 خطوه جره واحده. هسه احنا خل نجي خطوه خطوه، النيكست ستيب قد الفي ان، ركز لي على الفي ان، ايش قد الفي ان 1؟ زين الفي ان 1 نيكست ستيب شنو؟ واحد هنا طلع لي واحد، اذا تشوفون واحد بعد يعني كل شيء طلع لي هنا واحد. زين هنا المفروض ينجمع سميشن، بس بعدني لين بالبدايه ماكو شيء يجمع وياه، فاول واحد طلع واحد. زين قلنا هنا اذا القيمه اللي طلعت لي اكبر من صفر هنا ايش قد راح يطلع؟ راح يطلع واحد. اذا القيمه اللي هنا القيمه، قلنا القيمه اللي هنا إذا أكبر من صفر هنا راح يطلع واحد، وإذا أصغر من صفر راح يطلع صفر، فهي أكبر من واحد، أكبر من صفر العفو، فراح يطلع شنو؟ راح يطلع واحد. تمام؟ أجي أقول له next step إيش قد طلع لي واحد؟ باعوا هنا هذا الأوتبوت الأول، طلع لي واحد. هذا واحد. هذا الواحد قلنا إذا قلنا هنا إذا واحد هاي الـ V reference هتصير هنا 2.5 وتوصل لهنا 2.5، باعوا هات 2.5 راح توصل هنا لي فوق هم 2.5، هنا لي فوق راح توصل 2.5. زين هاي ال 2.5 من وصلت لهنا بتنقص من الواحد، فراح يصير واحد، نسوي لكم اياها، هاي ال 2.5 وصلت لهنا 2.5، بس اشارتها شنو صارت؟ صارت سالبة هنا، اذا تشوفون سالب، راح يجي واحد ناقص 2.5 راح يطلع ايش قد؟ 1.5. زين هذا الواحد ونص يجمع ويا القيمة السابقة اللي هي ايش قد؟ واحد، ايش قد راح يصير؟ راح يصير سالب 0.5. سالب 0.5 اقل من صفر فهنا راح يطلع صفر. قلنا اذا يطلع صفر راح ياخذ هنا سالب الفولتير ريفرنس، سالب ويا هاي السالب اللي هنا راح يصير موجب، فراح يصير هنا 2.5. زين خلينا نشوفها هسه هنا سالب 1.5، اقول له نيكست ستيب المفروض ايش قد يطلع هنا؟ يطلع 0.5، اقول له نيكست ستيب هنا بمكان هذا الواحد راح يصير صفر، صار صفر. من اقول له نيكست ستيب ما راح ياخذ 2.5، راح ياخذ سالب 2.5 لان طلع لي صفر، بعد سالب 2.5. هسه من اقول ال 2.5 هنا ايش راح يصير عندي؟ واحد، وهاي 2.5 سالب ويا السالب صار موجب، راح الناتج هنا ايش يصير؟ يصير 3.5، باعوا 3.5، هنا هذا الصفر طبعا نزل هنا، وهكذا. شوفوا هاي هكذا تجي تجرب بيه، دا تشوفون هنا شو الارقام دا تتغير، وهكذا. هذا يعني ممكن كلش اجيب لك اياه، يعني مثلا سؤال اجيب لك اياه، مثلا اقول لك دلتا سيجما تجي ترسم لي اياه، تجي ترسم هنا انبوت فولتج وتقول لي هذا سميشن، زين هنا زائد هنا سالب، تجي تقول لي هذا سميشن، هذا كومباريتر، وهاي هنا الفي ريفرنس، زين وهاي راجعه هيج. انا ايش انطيك؟ انطيك بس الفي ان، وانطيك بس الفي ريفرنس، واقول لك مثلا شنو اريد؟ اربع تكرارات او ثمان تكرارات. انت تجي مثلا ناش قد انا منطيك خمسه، هنا ايش قد؟ هنا واحد، هنا مثلا اثنين، اوكي، تجي تقول خمسة، وصلت لهنا خمسة، هنا وصلت خمسة، خمسة أكبر من صفر، هنا إذا واحد، زين؟ فتجي تقول لي بأول تكرار الناتج طلع واحد،
واحد قلنا اذا واحد تجي هنا اثنين اثنين هاي الاثنين وصلت لهنا، خمسة ناقص اثنين ثلاثة، ثلاثة زائد خمسة ثمانية، ثمانية اكبر من صفر، فاذا هنا هم طلع واحد لاخر يجي راح ترجع اثنين وهكذا، خمسة مو ناقص اثنين وهكذا. اشوف في بعض الاحيان اذا هنا اخلي ال في ان قيمة عالية راح يظل الناتج يطلع لي وحدات. هاي جربوها باعوا، هاي شو تسوي انت قدامك هذا الويب، هذا الويب هاي وباع هنا طبعا شارح عليها شرح انه ايش يقول، هذا نفس الحكي اللي دا احكيه ترى هي الشرح مالته، هذا وينه، هذا مبدا العمل مالته، دا يقول سيجما دلتا موديليشن اوبريشن شلون دا يشتغل، هو نفس اللي حكيت لكم اياه. دا يقول لك اول شيء تجي السيجنال ينجمع ويا هذا، بالخطوه الاولى ماكو جمع فراح يعبر، وراها ينجمع ويا القيمه السابقه، بالخطوه الاولى كلها ماكو، هنا اذا اكبر من صفر واحد، واذا اقل من صفر صفر، اذا واحد راح تروح في ريفرنس موجب، واذا صفر راح يعني صفر راح تروح في ريفرنس سالب، وهمين تدخل الفي ريفرنس وتنجمع وهكذا. تمام، هذا مثال حلو مرتب على الدلتا سيجما. زين هسه احنا اللي نفتهم من الدلتا سيجما شنو فرق عن الفلاش؟ فرق اول شيء دقيق كلش، لان دي يصير بي فيدباك رجوع، دي يظل يقارن، دقيق كلش تطلع لي السيجنال كلش دقيقه، بس بي شغله بطيء كلش. ليش بطيء؟ لان دا نقسم السيجنال كلش هواي. تمام، زين النوع الثالث من الانواع اللي هو شيء يصيحوا له يصيحوا له الديول سلوب كونفرتر والانتجريتر. هذا يتكون من انتجريتر الكترونيكلي كنترول دي سويتش كلوك كاونتر كنترول لوجيك كومباريتر. وين شكله؟ هذا شكله، اذا تشوفوه هذا شكله، هنا في ان باعوا هنا الفي ان وهنا الفي ريفرنس اللي دا نقارن بيها. هذا ايش دا يسوي؟ هنا اكو متسعه، هنا اكو اوسيليتر، هنا كنترول لوجيك كاونتر ريجستر. ريجستر اللي هو يطلع لي الديجيتال اوت بوت، اخزن بيه القيمه الديجيتال اخر شيء. زين الكاونتر اجي اخزن بيه قيمه اني احددها مسبقا، مثلا اقول يابا هذا اريده يعد لل 15، اريده يعد لل 15. هسه خلينا نحكي هذا ايش مبدا عمله شلون دي يصير. جيت طيت الفي انبوت، دخلت الفي انبوت، جت الفي انبوت دخلت، طبعا هنا هاي الفي ريفرنس بعدها ما مربوطه. ليش؟ لان هذا سويتش، السويتش شايفين السويتش هيك يصير. فاني هسه راح اربط هاي الفي انبوت زين هيجي، وراها من اكمل من الفي انبوت املصها واجي اربط الفي ريفرنس. تمام، بس هسه احنا شنو؟ هسه احنا بدنا نربط ال 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 الفي انبوت، الفي ريفرنس بعدها ما مربوطه. والله اقول دخلت الفي انبوت، اول ما تدخل الفي انبوت المتسعه ايش راح تصير؟ راح تبدي تشحن، تصير تشارج. من راح تبدي تشحن؟ هذا الاوسيليتر ينطي خبر للكاونتر يقول له ابدي عد. الكاونتر والله راح يبدي يعد صفر بعدين واحد اثنين ثلاثه، دي يعد الكاونتر. اثناء هذا الحد المتسعه هاي بعدها دا تشحن، مستمره بالشحن، مستمره بالشحن، تظل تشحن الى ان توصل، الى ان الكاونتر يوصل للقيمه اللي انا محددها مسبقا. احنا هنا يعني فور اكزامبل قلنا 15، ما وصل لل 15 قبل الكاونتر ينطي خبر للكنترول لوجيك. طبعا من وصل لل 15 راح يرست روحه يرجع من جديد للصفر وينطي خبر للكنترول لوجيك، الكنترول لوجيك ينطي خبر للسويتش، هاي ده تشوفوه يرجع للسويتش يقول له اقفل بعد ما اريد في انبوت، ربطني ويا الفي ريفرنس، ربطني ويا الفي ريفرنس.
هسه المتسع ايش راح تسوي؟ راح تبدي تفرغ، مش احنا قبل شويه، هسه راح تبدي تفرغ. اثناء ما تبدي تفرغ الكاونتر يبدي يعد من جديد، يبدي يعد، بس هسه ما راح يعد للقيمه اللي احنا محدديها، لا راح يعد 0 1، شوف ما ادري لوين يوصل. وشنو مو يعد؟ المتسعه دا تفرغ، المتسعه فولتيتها دا نقارنها ويا الفي ريفرنس، وظل تفرغ. من فولتيه المتسعه تصير مساويه الى فولتيه الريفرنس، الكاونتر يوقف. يعني انا هاي القيمه مالتي اللي اريدها، من فولتيه المتسعه هي وجاي تفرغ، من تصير مساوية إلى فولتية الريفرنس راح يوقف الكاونتر، يطلع لي القيمة هنا، هي هاي ديجيتال اوتبوت، هذا مبدأ عمله. لذلك هذا شنو الفوائد مالته؟ هذا حالة باع هاي النوعية اللي هي الديول سلوب والسيجما دلتا، نفس الشيء تقريبا، همين هاي اكيورسي بس بطيء ومكلف. نعم مكلف، يعني يراد تجيب كلوك ويراد تجيب كاونتر واوسيليتر وهذا، بس يعني كلش يعني الاكيرسي مالته كلش قويه، لكن ايضا بطيء. تمام. النوع الاخير اللي نريد نوضحه لكم اللي هو السكسف ابروكسيميشن، هذا السكسف ابروكسيميشن يكون اسرع من الديول سلوب، استخدم بيه كومباريتر وديجيتال تو انالوج، هذا هم بي فيدباك يرجع، واستخدم فد شيء صح ولا سكسيف ابروكسيميشن ريجستر. هذا شو مبدا عمله؟ هذا مبدا عمله راح يكون كالاتي، هاي منها فولتيه ان ادخلها على كومباريتر، هذا الكومباريتر يدخل على فد شيء صح ولا سكسيف اللي هو هذا، وينه باعه؟ هذا وينه؟ سكسيف ابروكسيميشن ريجستر. تمام. هذا السكسف ابروكسيميشن ريجستر، يعني انا مو دخلت، راح يعطي هيك قيمه عشوائيه، قيمه عشوائيه باينري. هاي راح ترجع من جديد، هي مو ديجيتال، هاي طلع لي راح يرجعها انالوج، يعني هذا ديجيتال انالوج، ويرجعها ويقعد يقارنها ويا هاي. هنا شنو؟ اذا كانت القيمه اكبر من الفي ان راح يسوي ادجستمنت، راح يعدلها، واذا كانت اقل راح يسوي ويرجع من جديد، يدخل لهنا ويحولها ويرجع من جديد. يعني خلينا افرض هنا دخلها 5، هنا لا على التعيين كبدايه طلعها 3، الثلاثه راح يرجع لهنا يقارنها، راح يقول هاي غلط، راح يرفع، راح يرجع من جديد يطلع هنا مثلا 4، يرجع من جديد لا بعدها، وهكذا. فهذا مبدا عمله شنو؟ انه الفي ان تدخل على سكسيف ابروكسيميشن ريجستر، يطلع لي فت قيمه اوتبوت، هاي القيمه الاوتبوت شو يسوي لها؟ يرجعها انالوج، يقارنها ويا الفي ان لحد ما يوصل يقتنع، يقول انه هسه انا القيمه صارت مساويه للفي ان، هذا الاوتبوت راح يطلع لي هنا، نقول هو هذا الاوتبوت النهائي ديجيتال مالتي. تمام. نروح هناك نشوفه المخطط، هاي اللي تشوفوه تجي من الفي ان، يدخلها بالسكسف ابروكسيميشن، يطلع فت قيمه، هاي القيمه يرجعها، يقارن ويقعد يضبط المحتويات مالته، وهكذا لحد ما يوصل للقيمه المعطاه، وراها يطلع لي هذا الاوتبوت مالتي. زين، شنو الفوائد شنو المضار؟ اول شيء الفوائد مالته هذا النوعيه انه لا كلش سريع ولا كلش بطيء، ولا كلش دقيق ولا مو كلش دقيق، انطيني ميديوم اكيورسي يعني دقه متوسطه وسرعه متوسطه، يعني سرعته زينه مقبوله والدقه مالته ايضا مقبوله. لذلك هذا يقول جود تريد اوف بتوين سبيد اند كوست، يكون يسوي مقايضة جيدة بين الكلفة والسرعة. بس المضار مالته شنو؟ إذا أريده يكون دقيق
راح يصير بطيء، وهاي بعد شيء من البديهيات، اي شيء من البديهيات. زين خلينا ناخذ مثلا هذا المثال، ايش دا يقول؟ دا يقول هذا المثال 10 بت، يقول صمم لي 10 بت، يابا هاي 10 بت 10 بت 10 بت يعني شنو؟ من بت 0 إلى بت 9 10 بت. زين ال في ان 0.6 فولت، ال في ان 0.6 فولت، هاي ال في ان اللي هي الانالوج، والفي ريفرنس 1 فولت، يعني هسه بقى ايش منطيني؟ يريد 10 بت، الفي ان 0.6 والفي ريفرنس 1، مو 1 كانت؟ تمام 1. هاي هسه هاي اذا نجي هنا نطبقها، اقول ال في ان 0.6 وال في ريفرنس 1، ايش راح يصير هنا؟ تشوفون هاي قيم دا تطلع لنا، هاي القيم اللي دا تطلع لنا، مثلا هاي كم قيمه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، انا اريد ايش قد؟ اريد 10 بتات، هاي 10 بتات. زين اللي هي طلع لي 1 1 0 1 1. زين تتقارن مثلا، بس شوف يا نوعية، هنا دا استخدم دلتا سيجما، هنا دا استخدم غير نوعية، تمام؟ بس يعني كمثال. زين هسه نجي شو راح نحل، شنو زين هسه هو المطلب؟ يقول find digital value of vn، يعني هنا نجي يقول اوجد لي، هاي مو هاي ال vn، هاي ال vn شنو هي؟ انالوج. طلع لي ما يقاربها وين؟ بالديجيتال، طلع لي ما يقاربها بالديجيتال. زين هاي احنا شلون نحل؟ هاي اكو قوانين نمشي عليها. نجي على اول بيت، نقول نقسم ال في ريفرنس على 2، نقسم ال في ريفرنس على 2، قد ال في ريفرنس 1 تقسيم 2 يطلع لي نص، تمام؟ زين وراها الناتج هذا اللي طلع لي قارنه ويا من؟ ويا ال في ان، يعني شنو؟ راح اقارن ال 0.5 هي ال 0.6 ال في ان. اذا ال في ان اكبر، تذكر بالفلاش من شرحنا هذا المثال اللي هو، اذا تتذكرون هذا المثال اللي هيج قسمنا الفولتيات، تمام؟ وقلنا هنا مثلا ال في ان 5 وهنا 10 وقارنا هاي اكبر لو مو اكبر، لا وهكذا، تمام؟ هاي هم نفس الشيء. هاي هم نفس الشيء، بعد اقارن ال في ان ويا من؟ ويا هذا الناتج اللي طلع لي. اذا ال في ان اكبر معناته 1، إذا أصغر معناته صفر، فهسه الـ VN أكبر من 0.5 أكبر، إذا البيت رقم 9 قيمته 1، أجي على البت اللي وراه، البت اللي وراه راح أقول نفس الشيء همين اللي هو هذا البت الثامن، نفس القوانين ونفس كل شيء وكل شيء، يعني نفس الشيء، أقارن ال في ان اللي هي 0.6 ويا من؟ ويا في ريفرنس على 2 زائد في ريفرنس على 4، تمام؟ يعني ايش راح اقول؟ في ريفرنس اللي هي 1 على 2 هاي اللي هي 0.5 زائد 1 على 4،
ايش قد راح يطلع الناتج؟ راح يطلع الناتج 0.75. زين 0.75 اكبر من الفي ان لو اصغر من الفي ان؟ اكبر. فاذا هذا البت الثاني صفر. زين بما انه صفر اذا هاي الحاله تلغي ما تفيدني. اجي اسعى البت الثالث اقول نص زائد 1/8 تمام. قد راح يطلع؟ راح يطلع 0.62. طبعا هاي بوينتات مهمه هنا 0.628. زين 0.628 اكبر من الفي ريفرنس لو اصغر؟ اكبر. فاذا هذا هم صفر. اذا هاي همين ما تفيدني. فايش راح اقول؟ 1/2 يعني اللي يطلع لي باعي اللي يطلع لي البت صفر هذا اتركه، اللي يطلع لي واحد اخذه. راح اقول نص زائد 1/16 قد يطلع النص 0.5. الواحد تقسيم 16 ايش قد؟ يعني 0.0625 اجمعه ويا ال 0.5 يطلع هالقد، يطلع 0.562. هاي ال 562 اقارنها ويا ال 0.6 لا اعلى. اذا هذا البت صار واحد. وراح اجي اخذ البت اللي وراه راح شو اقول؟ اقول نص زائد 1/16. ليش اخذتها؟ لان هاي طلعت لي البت واحد، وراها اقول 1/32. زين 1/32 من اجي اقسمها يعني اقسمها واجمع راح يطلع ايش قد؟ 0.593. اذا شنو اقارنها ويا الفي ان اصغر، اذا شنو اخلي واحد وهكذا. هذا تكملوه هوم وورك للنهايه، يعني تكملوا تقووا روحكم وتشوفون شنو الناتج اللي يطلع لكم تمام. هذا ايش راح يطلع لكم؟ راح يطلع لكم بالنهايه الناتج هذا وين، هذا وين الناتج. اذا انا شنو الفكره اللي اريد نوصل؟ الفكره اللي اريد نوصل لها كالاتي، انه انا ايش اسوي؟ مو اخذ البيت اقسم الفي ريفرنس على 2. ايش قد الفي ريفرنس هنا؟ واحد. راح اقول 1 تقسيم 2 طلعت نص. نقارنها ويا ال في رفرنس، في رفرنس اذا هاي اصغر معناته صفر، اذا هاي اصغر العفو معناته واحد، واذا اكبر معناته صفر. زين اذا واحد يعني هذا البيت اون اخذ بالمرحله اللي وراء، فراح يصير نص زائد ربع. حسب النص زائد ربع طلع لي شنو؟ طلع لي اكبر صار صفر، هاي راح ما اخذها، اخذ نص ويا ال 0.8 ويا ال 1/8 العفو وهكذا. طلعت لي صفر ما اخذها، اخذ ويا من؟ ويا ال 16. بال 16 من طلع اون لا بالخطوه اللي وراها راح اخذهن اثنينهن. الخطوه اللي وراها 1/32 هم طلعت اون راح اخذهم ثلاثتهم. وراها شو اقول؟ 1/64. بال 64 اذا طلع عندي صفر ما اخذها، يظلون بس ذول الثلاثه تمام. هذول اللي هي اللي هن الوحدات تمام. هذا المثال تحلوه وتكملوه ان شاء الله، يعني واضح ما في شيء، واللي عنده سؤال خليه يسالني. زين هني هي السبيسيفيكيشن مال الاي تو دي، conversion time، الريزوليوشن، الاكيورسي، اللينياريتي، الميسنج كول. الكونفرجن تايم هو الوقت اللي نحتاجه على مود نحول الانالوج سيجنال الى ديجيتال سيجنال. الريزوليوشن عدد البتات، هاي من ذيك المحاضره نعرفها. الاكيورسي اللي هي الريزوليوشن بالوضوح، الاكيورسي الدقه. الاكيورسي يعتمد على الريزوليوشن وعلى السامبل ريت. اللينياريتي انه يكون خطي او مو خطي، هذا ان شاء الله المحاضره الجايه توضح. الميسنج كود انه انا من جاي احول اكو شغلات جاي تنفقد عندي وكلها جاي تتحول، يعني التحويل مالتي صحيح. هاي واحده من انواع الايرور. فشنو الاي دي سي ايرور؟ شنو الاخطاء اللي ممكن تصير؟ النويز والاليازنج اللي وضحناه بالمحاضره اللي فاتت. ما
قبل ما ندخل بهذا الموضوع هاو تو تشوز، خل نشوف هاي الشغلات هاي اللي هنا. عندنا شنو الكونفرجن تايم؟ الكونفرجن تايم الوقت اللي احتاج على مود احول سيجنال من ديجيت من انالوج الى ديجيتال. قانونه شنو؟ الاف ماكس 1 على 2 في الكونفرجن تايم. فمثلا باعوا هذا السؤال، هاي باعوا هاي حلوها هوم وركات. يقول لك اي تو دي الكونفرجن تايم مالته 100 مايكرو سكند. شنو هو الماكسيمم فريكوانسي؟ قبل تقول 2 في 100 200 مايكرو، 1 على 200 مايكرو يطلع لك الماكسيمم فريكوانسي. زين انا ايش منطق؟ منطق 1 كيلو هرتز سنسيدايدل سيجنال، يعني الفريكوانسي مالته ايش قد؟ 1 كيلو هرتز. يقول لك مستخدم وياها 8 بت، يلقى لي الكونفرجن تايم. تقول له سهل، الكونفرجن تايم يساوي لي 1 على 2 في 1 كيلو. زين الريزوليوشن شنو؟ هو عدد البتات اللي هو الفل سكيل على 2 اس ان. هذا السؤال باعوه يقول لك عندك 8 بت استخدمها على مود اسوي ديجيتالايز الى 5 فولت فل سكيل، شنو الريزوليوشن؟ عادي تقول له نقول 5 فولت على 2 اس 8، يعني 5 على 2 اس 8 طلع الناتج، وتحسب القيمه اللي تطلع لك مال الريزوليوشن. طبعا هذا الريزوليوشن ما راح يطلع كلش عالي، ليش؟ لان المستخدم 8 بت. تمام. زين الكوانتيزيشن ايرور هو الفرق بين الانالوج اكتشوال سيجنال ويا بما يقاربها من ديجيتال. هذا قانونها اي على 2 ان زاد 1. الان هاي شنية؟ نمبر اوف بيت نعرفها، والاي شنية؟ الامبليتيود مالتي. مثلا هنا نقول انالوج سيجنال الامبليتيود مالتها 12، نريد الماكسيمم كوانتيزيشن راح اقول 12 على شنو؟ هاي 8 بت، راح تصير 8 زائد 1. هاي اريدكم تنتبهوا لها مو تكتبها غلط، راح تصير 12 على 2 اس 9. زين والافرج، الافرج لا ان زائد 2، يعني 12 على 2 اس 10. تمام. زين هسه خلينا نجي هنا على فد موضوع هاو تو تشوز الاي تو دي اكوردنج تو ريزوليوشن. شلون اختاره حسب الريزوليوشن؟ راح يطلع عندي عن طريق شغلتين، اما الدايناميك رينج او الريكواير ريزوليوشن. هاي هسه راح اوضح لكم اياها. اختيار الاي تو دي بالنسبه للريزوليوشن راح يعتمد على اثنين، اما الدايناميك رينج او الريكواير ريزوليوشن. شنو هذا الدايناميك رينج؟ شنو الريكواير ريزوليوشن؟ بعض من اللي هي الريزوليوشن مالتي تكون اكبر او تساوي في ماكس على في نويز. او اس ماكس على اس نويز. زين هاي وانتبهوا على هاي، هاي اكبر او يساوي. تمام. أنا مثلا جبت سنسر، السنسر شده يطلع لي؟ السنسر يطلع لي فولتية، لأنه هو يكون حساس يعني هو عبارة عن كرنت. زين إذا جبت ترانسديوسر، طبعا هاي محاضرة كاملة راح نحكيها إن شاء الله وقع المحاضرة الخامسة أو السادسة على السنسر وعلى الترانسديوسر. تمام. الحساسات والمحولات. الترانسديوسر هو اي يعني فيزيكال فينومني، يعني ظاهره فيزيائيه، فلذلك يتعامل ويا سيجنال. فاني اذا دا اتعامل ويا فولتيه راح استخدم هذا القانون اللي هو يصح له الدايناميك رينج. اذا دا اتعامل ويا سيجنال راح استخدم هذا القانون اللي هو شنو؟ يصح له الريكواير ريزوليوشن. زين اللي ناخذ مثال، مثلا جاك واحد يقول لك يا عندي فد
ترانسديوسر او سنسر مال حراره، يقيس حراره، يقيس من يعني يقيس، وين مثل هذا المثال هي ايش ده يقول؟ يقول ترانسديوسر از تو بي يوزد على مود اقل تمبرتشر، الرينج مالتي من الصفر للمية. زين الرينج مالتي من الصفر للمية، هذا مقياس مال الحرارة من الصفر للمية درجة سيليزية يعني. وده يقول بين نسبة خطأ أو تولرنس زائد ناقص واحد. يعني مثلا إذا هسه درجة الحرارة، مثلا إذا درجة الحرارة هسه 20، هو أما يطلع لك إياها 20 أو 21 أو 19، يعني به نسبة سماحية 1%. زين ده يقول، ده يقول هذا الترانسديوسر ينتج لي فولتية من 0 إلى 3 فولت، تمام؟ over this temperature range الامبليفاير اللي دا يسوي لي هاي العملية النويز مالته 3 ملي فولت، كلش يعني طبيعي ونسبة معقولة. زين هاي من 0 الى 3 فولت والنويز مالته زائد ناقص 3 ملي فولت، ايش دا يقول؟ دا يقول وجد لي الريزوليوشن بالنسبة لمن؟ بالنسبة للدايناميك رينج والريكواير ريزوليوشن. شوفوا احنا هاي القوانين هياته، طبعا هذا الحكي دا احكي مذكور هياته، هذا الدايناميك رينج وهذا الريكواير ريزوليوشن. طبعا هنا ناخذ اللين مالتهن، ناخذ اللين، فراح اجي شو اقول؟ اذا دا اشتغل دايناميك رينج راح شي يصير لين 100 على 1، العفو هنا الدايناميك رينج بالفولتيات، فأنا إيش راح أقول؟ 3 فولت على 3 ملي فولت، إيش راح يطلع لين؟ الألف. طبعا الناتج اللي يطلع لك مثلا نقول 9.7 9.0007، أي ناتج يطلع لك 6.53 6.005، اخذ اكبر او يساوي، لازم يطلع لي انتجر، واخذ اعلى رقم. يعني اذا طلع 9.7 اذا انا اذا استخدم 10 بت، اذا طلع 9.000 ما ادري هم اخذ 10، اقرب للاعلى، اقرب للاعلى. ليش اقرب الله للاعلى؟ منو يعرف؟ نقرب للأعلى لأن هنا احنا ده نشتغل بالتات، من راح أقرب للأقل راح يبقى عندي بيت ما راح يظهر لي بالديزاين مالتي، فدائما أقرب للأعلى، تمام؟ إذا أني بالدايناميك رينج أعلي شنو؟ خلنا نطلعها يعني كل من يلزم الحاسب مالته ويسويها، لأن الألف راح يطلع 6.9 ما أدري إيش قد، يعني إذا 7 بت. بس بالريكواير ريزوليوشن تشوفون اذا هنا راح اقول لين 100 على 1، فاذا لين ال 100، لين ال 100 ايش قد يصير؟ يصير 4.6 اذا 5 بت. طبعا هنا يعني باع بي كيرفل، هنا بهذا الديزاين مالتي اذا دا استخدم الدايناميك رينج اروح اجيب 8 دي او 7 بت، بس اذا بالريكواير ريزوليوشن ترى بالخمسه بت كلش كافي عليه، تمام؟ فهذا هو اللي اقصد به مال هاو تو تشوز الاي تو دي اكوردنج تو ريزوليوشن. لان خلصنا وياكم المحاضره الثانيه، ان شاء الله تكونون استفاديتوا منها. اي شخص عنده سؤال او استفسار يقدر يسالني على التليجرام او يدز ايميل، وان شاء الله نجاوبه بالسرعه الممكنه. حياتي لكم.